كان في مباريات قوية في كوبا أمريكا امبارح جمعت بين الإكوادور وفنزويلا، فازت فيها فنزويلا 2-1، ومباراة تانية جمعت ما بين المكسيك وجامايكا وفازت فيها المكسيك 1-0. تعالوا نعرف تفاصيل أكثر عن كل المباريات دي من الكابتن ياسر الشنواني الناقد والمحلل الرياضي اللي موجود معانا دلوقتي عبر سكايب. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على المشاهدين. يعني في البدايه كابتن، شفت ازاي تعادل جورجيا والتشيك امبارح؟ تحليلك للمباراه. طبعا مجموعه قويه جدا، وهي جورجيا والتشيك والبرتغال او تركيا. لو اتكلمنا طبعا عن الخبره والقيمه التسويقيه سواء على مستوى اللاعبين او سواء المدربين، اكيد بتصب في مصلحه البرتغال. فالبرتغال احنا شايفينه دلوقتي ان هو متصدر المجموعه بست نقاط، يليه تركيا وبعد كده جورجيا والتشيك. طبعا مباراه قويه، كل فريق بيحاول ان هو يحقق نتيجه كويسه ترضي جماهيره وترضي بلاده، ان هو يحقق نتيجه كويسه في اليورو. ونظرا لان جورجيا وتشيك ما لهمش تاريخ كبير جدا في مشاركات اليورو ولا نتائج كبيره، لكن كانت مباراه قويه، كل فريق بيحاول ان هو يحقق نتيجه يحصل بيها على الوصول لدور ال 16. لكن انا شايف دلوقتي ان تعتبر المجموعه محسومه بالنسبه للبرتغال وتركيا، وهيحاول كل من جورجيا وتشيك ان هم يحاولوا، لان احنا عارفين ان بياخد كل اول وثاني مجموعه وبياخدوا احسن اربع توالد، فبيحاول جورجيا وتشيك ان هو يلعب على المركز اللي هو احسن اربع توالد. لكن كانت مباراه قويه بتتميز بالنديه، لكن نتيجه المباراه انتهت بواحد واحد. وشفنا دلوقتي زي ما حضرتك تفضلت وقلت في المقدمه ان ترتيب المجموعه البرتغال بست نقاط، ثلاث نقاط لتركيا ونقطه لجورجيا ونقطه لتشيك. طيب نروح لمباراة البرتغال وتركيا، شفت المباراة ازاي؟ يعني البرتغال طبعا حققت فوز كبير على تركيا، رأي حضرتك ايه في الماتش ده؟ اولا ما كانش حد متوقع ان البرتغال تحقق نتيجة 3 اهداف، كان ممكن الناس طبعا لان الخبرة والتاريخ بيصب مصلحة البرتغال، لكن كان كل متوقع ان تكون مباراة قوية نظرا لان في جالية تركية كبيرة جدا، وشفنا ده في الفيديوهات وشفنا ده اثناء المباراة، في جالية كبيرة جدا تركية في المانيا، فكان يعني المنتخب التركي تحس ان هو بيلعب في وسط جمهوره وعلى ارضه. كان في كمان لعيب في المنتخب التركي بيقال ان هو خليفة مسعود اوزيل، انا بس ناسي اسمه مش فاكره اسم اللاعب ده. يعني في لعيبه كتير جدا في المنتخب التركي. طبعا المنتخب التركي احنا شايفين ان الدوري التركي طبعا دلوقتي لو كنا بنتكلم عن 5 دوريات كبرى في العالم، الدوري طبعا على رأسهم البريمير ليج، الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والالماني والايطالي والفرنسي، لكن الدوري التركي برضه بيجي بعدهم لان فعلا دوري قوي جدا وبيتميز ان هو بيطلع لعيبه كبيره جدا، على رأسهم طبعا مسعود اوزيل من اللعيبه الكبيره. لكن المباراه كانت قويه امبارح من البرتغال وتركيا، الجمهور كان بيشجع تركيا يعني بجنون، لان احنا زي ما قلنا ان في جاليه كبيره جدا تركيا في الموجوده في المانيا، لكن استطاع الخبره ان هي تقضي على منتخب تركيا، واستطاع البرتغال ان هو يفوز 3، لان احنا شايفين دلوقتي مدرب الخبره مارتينيز، المدرب منتخب البرتغال عنده طبعا ميكس ما بين اللعيبه اللي عندها خبره، طبعا على راسهم كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا، برونو فرنانديز، وفي عنصر الشباب زي لياو، لكن استطاع المنتخب البرتغالي ان هو يفوز. وطبعا كان في سبب رئيسي وهو الاهداف اللي هي العكسيه اللي حصلت من المنتخب التركي، وعلى فكره ده 6 هدف عكسي، يعني زي ما بيقولوا عليه بالنيران الصديقه ان حد يحرز هدف في مرماه من اللاعب التركي. طيب يعني كابتن كلمنا عن اداء البرتغال بشكل عام في البطوله، هل شايف ان البرتغال قادره على التتويج بالبطوله؟ ممكن فعلا تفوز بالبطوله دي؟ هي البرتغال طبعا فرقه قويه جدا، زي ما قلنا قيمه تسويقيه عاليه جدا، اسماء كبيره جدا، لكن لو لازم عشان نعرف هل البرتغال تقدر ان هي تفوز بالبطوله لا، لازم نقارنها بالاسماء والمنتخبات اللي هي مرشحه للبطوله. يعني لو قارنا منتخب البرتغال ومنتخب اسبانيا، لو قارنا منتخب البرتغال ومنتخب المانيا، لو قارنا البرتغال ومنتخب ايطاليا، رغم ان منتخب ايطاليا اداؤه حتى الان مش مرضي لكل الجماهير الايطاليه، لكن منتخب البرتغال منتخب قوي، اسماء كبيره جدا، لكن انا شايف ان منتخب البرتغال بينقصه السرعه، لان منتخب البرتغال بيلعب بطريقه ان كله عنده اكتر من بلاي ميكر، عنده اكتر من لاعب صانع العاب، عنده برناردو سيلفا، عنده برونو فرنانديز، مفيش ربط قوي ما بين
كريستيانو رونالدو ما بين نص الملعب زي الاول، لكن انا شايف منتخب البرتغال رغم ان هو منتخب قوي، لكن انا شايف لغايه دلوقتي ما قدرش منتخب البرتغال ان هو يكون في امتحان صعب، لكن لو شفنا منتخب البرتغال يقابل فرقه بحجم اسبانيا بحجم المانيا هتفرق كتير جدا، لكن انا شايف المنتخبات المرشحه والاسماء الكبيره صاحبه الخبره زي البرتغال زي اسبانيا زي المانيا وضعها وادائها في خلال البطوله اقوى من منتخب البرتغال. طيب نروح للمباراة التالتة اللي جمعت بين بلجيكا ورومانيا، شفت المباراة دي ازاي؟ يعني تحليل حضرتك ايه للماتش ده؟ طبعا منتخب رومانيا منتخب برضه بيحاول ان هو يحقق نتائج زي زمان، يرجع التاريخ بتاع منتخب رومانيا في الثمانينات زي هاجي وكل الاسماء الكبيره جدا، لكن منتخب رومانيا رغم ان هو ادى اداء كويس في المباراه الاولى، لكن المنتخب البلجيكي برضه كان نفسه ان هو يحقق نتيجه، لان المنتخب البلجيكي احد الفرق المرشحه للبطوله، ما ننساش ان المنتخب البلجيكي برضه بيضم اسماء كبيره على راسهم كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، على راسهم لوكاكو اللي ادى اداء رائع في البريمير ليج وبيأدي دلوقتي في الدوري الايطالي، فكان لازم خساره المونيا بيها في المباراه الاولى، فكان لازم يحقق نتيجه ترضي الجماهير وتحاول ان هي تحقق نتيجه كويسه، فقدروا ان هم يفوزوا على المنتخب الروماني 2-0، لكن انا شايف ان دلوقتي يعني المجموعه بقت مجموعه صعبه جدا، لان كل دلوقتي كل المجموعه رومانيا بلجيكا سلوفاكيا اوكرانيا، لو شفنا عن كل فرقه لعبت مباراتين كسبت مباراه وخسرت مباراه عدد النقاط زي بعض، كل فرقه عندها ثلاث نقاط، فدلوقتي صعب المجموعه، فكله هيحاول دلوقتي، يعني اللي هيخسر المباراه القادمه بالنسبه ليه هو بره البطوله، فكله بيحاول، فهتكون مباراه صعبه جدا، لان كل عدد مرات اللعب الفوز الهزيمه النقاط كلها مساويين مع بعض، فدي اصعب مجموعه حاليا دلوقتي في اليورو. تمام، لو رحنا بقى لكوبا امريكا اللي ناس كتيره شايفه ان البطوله دي مظلومه، يعني لان هي يعني بتقام في نفس توقيت يورو 2024، وكتير هنا في مصر بيحبوا كره امريكا اللاتينيه، يا ريت تكلمنا عن مباراه الاكوادور وفنزويلا. انا اتفق مع حضرتك تماما ان فعلا هي بطوله مظلومه، لان فرق التوقيت بيخلي الناس كتير ما تتابعهاش، خصوصا ان احنا كمصريين بنحاول دايما بنحب اللعب يعني زي باللغه العاميه بنحاول الحريفه، فهم يعني كل امريكا الجنوبيه يعني معروفين ان هم بيتميزوا بالمهاره طبعا بجانب اللعب الجماعي، فهي البطوله عشان توقيتها مختلف بالنسبه لنا فدي بتفرق كتير جدا، ففعلا بطوله مظلومه، لكن بطوله كل الناس بتتابعها برضو، وعلى راسهم متابع منتخب الارجنتين نظرا لوجود لاعب بحجم ميسي، الارجنتين حامل اللقب في مباريات قويه جدا، وشفنا مباراه فنزويلا والاكوادور يعني ما كانش حد متوقع ان فنزويلا تقدر ان هي تفوز على الاكوادور، لكن انا شايف ان في نقطه كانت فارقه جدا بالنسبه للمباراه وهي طرد فالنسيا في الدقيقه لاعب الاكوادور في الدقيقه 22، فدي فرقت كتير جدا، يعني نتكلم عن نجم بحجم فالنسيا له باع كبير جدا مع منتخب الاكوادور، لعب في البريمير ليج، لعب في وست هام، وراح لون اعاره لايفرتون، مؤدي اداء رائع مع منتخب الاكوادور، منتخب الاكوادور ليه تاريخ في كوبا امريكا، لكن انا شايف ان نقطه ان هو حصل على الكارت الاحمر في الدقيقه 22 دي فرقت كتير جدا، وكانت مفاجاه كبيره جدا ان فريق الاكوادور يعني الى حد ما ان هو دلوقتي متزايل للمجموعه، فإلى حد ما يمكن يكون ودع البطولة. التوقيت كان قاتل. طيب نتكلم دلوقتي على مباراة المكسيك وجامايكا، إيه رأيك في الماتش دوت؟ طبعا طبيعي جدا ان اي حد يتكلم المكسيك وجامايكا اكيد كله يتكلم عن المكسيك، لان المكسيك احنا بنتكلم الكوره دايما الاسم بيفرق كتير جدا، الخبره بتفرق كتير جدا، القيمه التسويقيه بتفرق كتير جدا، فتاريخ المكسيك طبعا تاريخ كبير جدا، ليها باع كبير جدا سواء على مستوى كوبا امريكا او على مستوى مشاركتها في كاس العالم، صدرت اسماء كبيره جدا للدورات الكبرى، فبتفرق كتير جدا ان المكسيك طبيعي نفوز واحد الفرق المرشحه للبطوله، لكن هنشوف بطوله قوية جدا، بنشوف ان الارجنتين بتحاول ان هي تصارع ان هي تحافظ على اللقب، لكن نرجع ونقول برضو نفس النقطة ان فعلا بطولة مظلومة نظرا لفرق التوقيت. بنشكر حضرتك كابتن ياسر الشنواني الناقد والمحلل الرياضي.